وضع حجر الأساس لمشروع متحف عمان عبر الزمان. عمان عبر التاريخ. عصر النهضة. أيها الشعب، تعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء في مستقبل أفضل، وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب. كان وطننا في الماضي ذا شفرة وقوة، وإن عملنا باتحاد وتعاون وسنعيد ماضينا مرة أخرى. يشير بأن يتولى الحكم السيد هيثم بن طارق.